طب ما نشوف كولر، نشوف كولر بعد المباراة كان رأيه ايه. اعتقد ان احنا عملنا ماتش كويس جدا النهارده. الشوط الاولاني كان عندنا فرصتين او ثلاثه كنا ممكن ان احنا نجيبهم في الشوط الاول. الشوط الاولاني كان ناقصنا الهدوء والثقه بالنفس اللي احنا متعودين عليهم واللي احنا بنتكلم فيهم مع لعيبتنا، فكان في فقدان للكره شويه، كان في التمريرات الاماميه والبينيه اللي في ظهر المدافعين كانت ناقصه شويه في الشوط الاولاني. بين الشوطين اتكلمت مع لعيبتي ان احنا نهدى، ان احنا نركز، ان احنا نلعب الكره بتاعتنا، ان احنا عندنا ثقه في النفس اكتر، ندور الكره احسن، نلعب دايما الكره الاماميه بسرعه في ظهر المدافعين، وان احنا لو عملنا كده هنخلق فرص كتير. واللعيبه نفذت اللي انا قلت عليه بين الشوطين في الشوط الثاني. ومبسوط جدا ان كهربا جاب جول الماتش الثاني على التوالي، ومبسوط جدا كمان لشريف ان هو زاح من على اكتافه الضغوط وقدر ان هو يجيب جونين النهارده ويتحرر ويرجع شريف اللي احنا نعرفه. انا عمري ما ببص على اي منافس مباشر، ما عنديش المبدا ده. كل الفرق اللي بتلعب قدام سواء اول اربعه او الخمسه او السته الفروق بينهم مش بعيده، بيلعبوا كره كويسه جدا كل المنافسين دول، لكن الماتش جاي هو اهم ماتش. انا ما عنديش اهتم بماتش ان انا هلعب ضد بيراميدز فادي فيه اكتر ما ادي مثلا قدام حد يكون في اخر الجدول. ماتشات مع الفرق اللي في اخر الجدول بنفس الاهميه ويمكن ساعات بتبقى اصعب كمان من المنافس المباشر او الناس اللي بتبقى في الجدول في الترتيب في الاول. فبالتالي انا مع الماتش الجاي دايما عندي هو اهم ماتش وببذل فيه كل حاجه ايا كان المنافس. Wir auch viele Spiele haben und nicht immer mit den gleichen zwei oder einen oder drei spielen können. اللي فرق مع شريف النهارده ان هو نازل من غير ضغوط، شايل الضغوط من على كتافه، وده اللي فرق معاه ورجع شريف اللي احنا نعرفه. انا اتكلمت مع شريف كتير جدا الفتره الاخرانيه، اتفرجت على اجوانه، اتفرجت معاه على اجوانه وفرجتها له ان احنا عشان ارجعه له ثقته في نفسه، وفي الاخر هو اللي بيساعد نفسه. يعني انا بشتغل مع اللاعب كل يوم عشان خاطر اطلعه من اللي هو كان فيه، الحفره اللي هو كان فيها، لكن هو قدر ان هو يساعد نفسه ودي اهم حاجه. المهم ان يكون الجونين اللي جابهم النهارده فعلا بدايه ليه انه يرجع لمستواه، لان شريف لعيب كبير، لعيب كويس جدا وانا عارف ده وبيعرف يجيب جوان، لكن كان محتاج ان هو يساعد نفسه، وهو النهارده ان شاء الله يكون الجونين دول بدايه ان هو يرجع شريف اللي انا اعرفه. بالنسبه للصفقات احنا فرقه كبيره ولازم بنحب دايما يبقى عندنا في كل مركز منافسه، المنافسه دي هي اللي بتعلي مستوى كل اللعيبه، واكيد بيبقى لو في فرصه ان احنا نقوي، وخصوصا ان احنا عندنا ماتشات كتير قوي في الموسم، لو نقدر ان احنا نجيلنا فرصه ان احنا نقوي السكواد بتاعنا هنقويه بمهاجم جديد. لما تكسب 3-0 فرقه كبيره اكيد ما فيش غيابات بتاثر. والنهارده رامي وخالد عملوا ماتش هايل النهارده. يا جماعه كل كلمه قالها الراجل ده حقيقي يعني تتوقف امامها. وكل تفصيله بيتكلم فيها بتعرفك على بني ادم معني بالتفاصيل، ياخذ بالاسباب، مجتهد جدا في التوظيف الجماعي والتعامل الفردي مع كل حاله، مع كل لعيب بيجهزه ازاي. يعني كلمه اول قال كلمه مهمه جدا، لما تكسب تقدر تكسب 3-0 فرقه كبيره ما تكلمونيش على سرها، انا عندي فرقه كلها لعيبه كويسه، المهم كل واحد ينزل يساعد نفسه. فهو قال ايه؟ قال حاجه ما خطرتش على بال حد،
انك تجيب لعيب عشان تديله الثقه ما تقولوش كلام كتير، تعالى يا ابني اقعد جنبي. ما هو اقعد جنبي يعني ايه؟ انه بيتفرج هو على الماتشات دي لوحده وبعدين يرجع يتفرج عليها مع شريف ويحكي له شوف كنت بتعمل ايه هنا، اقف شوف انت اتحركت ازاي هنا، اقف. فيبتدي بيرجع له الذاكره، بيقول له الميزات اللي كانت بتخليه يجيب الاهداف، ازاي يستعيد نفسه. طب شريف مش بس يستعيد الذاكره، ده هو كده حس بايه؟ حس بثقه مدربه انه عايزه يرجع ومش عايزه يرجع ببقين، ده قاعد معاه في درس خصوصي. درس خصوصي وما بيعلموش حد غريب، يعلمه نفسه. ومن غير ما يتكلم يقول له انت كويس ولا بتاع، لا ده الراجل ده ضيع وقته معايا قد ايه. هذا هو الايه؟ الاخلاص في شغل في العمل. والذي يفتقده البعض من المدربين الكبار احيانا، انك تبقى بتقدم كل اللي عندك بسيطر، لكن الاخلاص في التفاصيل ما يحني. واجب ان يستمر هذا، لازم كلنا الطاقه الايجابيه لهذا المدرب نحتفظ بيه اطول مده، وما ننسخش ورا ناس عايزين يزعزعوا مزاجه او ثقته ويبتدوا يضايقوه. الراجل لحد دلوقتي هدوءه ده اللي منجحه، خلينا نديله اسباب الهدوء بالدعم المستمر. كانت النتائج عنده، انتوا عملتوا مشروع انك تستنفر وتخرج من لعيبتك اللي هم افضل حاجه، فتكتشف ان عندك لعيبه جامده جدا. لو وترجع تاني لفكره انك انت لما يجي اللحظه اللي احنا فيها دي، لو فيتوريا عايز يختار منتخب هيعمل ايه؟ هيجد معظمه في النادي الاهلي. زي ما كان واخد كريم فؤاد واكرم توفيق هياخد هاني وحسين الشحات. احنا اتخضينا وبعدين وصل لحد الانهيار. يا نهار ابيض، كريم وفؤاد وبعدين مش عارف ده مين ده السردباكين والبديل يعني وبعدين متولي الله الله يا جماعه، ايه السوليه العمود الفقر برونو بيرستاو. طالما ان عندك المهاره انت كلعيب استاذ ابراهيم، العمل الجماعي يخليك توظف الناس اللي عندك، ما تحسش بالغياب. انا مستمتع ومصدقه ومش واخد بالي منها. انسين بتتفرج، ما حدش اداني محاضره في كلام مش مقصود بيه المحاضره عميقه. كيف تتعامل مع لعيبتك عشان تخرج افضل ما فيها؟ ودليل على كده استاذ ابراهيم انك انت تاخد مره كريم فؤاد تحطه في حته ما حدش متوقعها. صحيح. مرة تجيب كهربا من غياب محدش متوقع انه كان تعتمد عليه. مرة تجيب خالد اللي لسه جاي، خالد عبد الفتاح اللي جاي باك رايت يلعب سردباك. مرة تجيب شريف تعمل معاه كذا. مرة كهربا فرود لا خلاص، ما انا قلت كهربا. مرة تروح جايب حمدي فتحي في نفس المباراة، انت بتعمل ايه ورا يا راجل؟ حمدي كان طول عمره بيلعب ستة، خليه يلعب ثمانية يكمل. اطلع شوف الجون الثالث نتيجة الملاحظة اللي انت خدت بالك منها من وقالها كابتن وليد، ان قال له يا علي خش في الحتة دي عشان الحتة دي هتتوقع ان الكرة تجيلك فتقدر تلعب، وده اللي حصل. ده اللي حصل. الفريق المنظم، نرجع لكلمة المدرب بتاع برشلونة كان اسمه ايه في 2005 2006 مين؟ المدرب برشلونه اللي كان لعيب في برشلونه اللي قال لك الاهلي فريق تعاني امامه. انا كنت في المؤتمر اللي بيسأل كان مين؟ فرانك ريكارد. ريكارد كان بيدرب برشلونه يا جماعه، واحنا كنا بنلاعب انترناسيونال. لو غلبنا انترناسيونال هنلعب الفاينل مع برشلونه. عملنا جيم كبير جدا على الانترناسيونال البرازيلي، وهو بيسأل قبل ماتشه مع انترناسيونال على الفاينل، فقال لهم انا يعني بالنسبه للاهلي كنت اتوقع ان هو اللي يقابلني في الفاينل، لانه يو هاف تو سفر تو بيت ساتش اورجنايزد تيم، عليك ان تعاني للفوز على هذا الفريق المنظم. اذا تنظيم الفرق لما يبقى ثقافه والتزام داخل الملعب بيديك الاحترام.